الصلاة نور، نبينا صلى الله عليه وسلم يقول، والله عز وجل يقول واقم الصلاة لذكري، وربنا يقول واستعينوا بالصبر والصلاة. فالأحاديث في فضلها والآيات في بيان جلال قدرها تتضافر على عظيم هذه العبادة والشعيرة عند الله. وربنا عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ثم قال ولذكر الله أكبر. والمعنى ولذكر الله في الصلاة أكبر من كونها ناهية عن الفحشاء والمنكر. والاستجابة لها دلالة إيمان، وإذا كان الإنسان يحرص حرص مسلم يعرف وعد ربه ووعيده على أن لا تفوته صلاة العشاء والفجر في جماعة، فكأنما يفر بنفسه من النفاق. وحق نفسك عليك عظيم، ومن ترك لنفسه طرق الغواية، فإن الله عز وجل قال بعد أن ذكر الصالحين، قال في مقام الصالحين أولا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. لما ذكر من يقابلهم قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فجعل هذا الوعيد توعدهم جل وعلا بغي، وقد قيل إنه واد في جهنم، لما ذكر أسوأ أحوالهم وهو قوله جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. فإضاعة الصلاة والعياذ بالله كأن المرء يترك الدين شيئا فشيئا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وإن كان العلماء مختلفون في فهم معنى هذا الحديث، وبعضهم يرى أن المقصود به الكفر الأكبر المخرج من الملة، بل قال بعض الشافعية أن من مات وهو تارك للصلاة لا يوضع على قبره علامة حتى لا يكرم فيطأ الناس قبره، عياذا بالله من هذا كله.